السلام عليكم كله ومرحبا بيكم في الشين يوتيوب انبوكسينج تانك. العادة معاكم ياسين اللوز، واليوم باش نعملوا الانبوكسينج والريفيو لأحد أقوى هواتف الألعاب في العالم، واللي هو البلاك شارك 3. شاومي بلاك شارك 3 تليفون موجه للألعاب، وإن شاء الله شاومي تونسي تولي تجيب الجام هذي بعد الفيديو هذا. كالعادة خلينا نشوفه شنو اللي يجي مع الهاتف. باش نلقاو ايكوتور بكاليتي توب، كاج سبيسيال، ودي ستيكر بلاك شارك. باش نلقاو زادا شارجور رابيد 65 واط، واخر حاجه الكابل USB-C. نتعداو تويكا للتليفون. واو، حاجه مش كل يوم تشوفها، نجم نقول عليه Alien Design. ديجا هبطها على الانستغرام باش ناخذ رايكم. اللي قال روعه، دبابه، وحش، رعب، سبيس ديزاين، سوبر فون، اكسيتيرا. هذه هي ردة فعلك كي تشوف التليفون هذا. ديزاين مضخم من الومنيوم، اللي عندك فيه دو تريانجل سيمتريك، واحد الفوق فيه تروا كاميرا والفلاش، وواحد اللوطة فيه كلمة بلاك شارك 5G وماغنت للاكسسوار، وفي الوسط لوجو بلاك شارك اللي يشعل مع ليت فوقه وتحته، والوان تتبدل كيما تحب انت، وتنجم تتحكم في الاضاءة من خلال ابليكاسيون لايت افكت، كي يكون مسكر يشعل بنمط معين، كي يكلمك شكون، كي تلعب، اكسيتيرا. تنجم تخلي الكل وضعية عندها نمط متاع الاضاءة متاعها، حاجة كول على الاخر. على اليمين باش نلقاو زر باور، وتحت قرص سبيسيال للجيمينج اللي يهزك ديريكت للانترفاس نتاع الالعاب، وعلى اليسار ازرار تحكم بالصوت، وفوقهم مكان لشريحتي اتصال على الهاتف بلس لوكوتور، واسفل الهاتف USB-C من البافلو ويتوين. باش تلقاوهم من قدام ديول سبيكر، واحد اسفل الشاشه والاخر على الشاشه، وهكا يستحيل يدك تعرض على السبيكر كي تبدا تلعب، ويعطيك متعه في الالعاب، والصوت هوني حاجه روعه. خلينا نجربوها مع بعضنا. نتعدي تويكا للإكران. الإكران هوني كبير 6.67 بوس من نوع أموليد 90 هرتز، ويدعم الـ HDR 10 بلس بريزوليسيون 1080x2400 بيكسل، وإكران ضاوية ببرايتنس 500 نتس، وعندك زادة الـ Always On Display. الإكران يقعد ديما يشعل باش يوريك الوقت واللي نوتيفيكاسيون من غير ما يأثر في البطارية. من الأخر الإكران هوني جيدة جدا، ألوان فيف، كونتراست جيد، وإكران السريعة 90 هرتز. وبرشا تو فيكم باش يقولولي ممكن باش تلقى إكران 120 هرتز 120 هرتز، وفي سوم ممكن أقل من السوم هذا. أما اللي باش نقول لك أنه التركيبة هذه يكون عندك إكران أموليد و90 هرتز، تركيبة تفي بالغرض جدا. علاش؟ على خاطر الفرق ما بين إكران 90 هرتز و120 هرتز ماهوش فرق ملحوظ، مش كيما يكون عندك إكران 60 هرتز وتمشي للإكران 90 هرتز باش تلاحظ فرق. وكيف كيف عندك هوني أمبران ديجيتال تحت الإكران، واللي هي تخي تخي هابيت. نتعداو تويكا للبرفورمانس. بلاك شارك 3 يجينا بأقوى بروسيسور في 2020، واللي هو سناب دراجون 865 5G بجي بي يو ادرينو 650 مع 8 جيجا درام من نوع DDR5، أقوى نوعية رام تجم تلقاها في التليفون، مع 128 جيجا ستوكاج UFS 3، ستوكاج تخي رابيد اللي خلى التليفون ياخذ سكور 573000 في الانتوتو بنشمارك. نحكيو شوية جيمينج، البلاك شارك 3 ينجم يخدم لك بابجي على جرافيك الترا اتش دي مع FPS الترا، كول اوف ديوتي موبايل تخي ال في مع FPS ماكس، فورتنايت جرافيك ايبك، حاصيلو
جميع الألعاب تخدم على أقوى حاجة من غير حتى لاج، سموث وقوي برشا، وتنجم زادة تعمل انرجسترمون ديكرون من صوت اللعبة من غير حتى مشكلة. بلاك شارك 3 يجينا بلاندرويد 10 بواجهة جوي واي، واجهة مخصصة للجيمرز، سريعة وخفيفة وفيها بليزيور اوبسيون كيما ريبونس رابيد، دوزيام اسباس عبارة يولي تليفون آخر باش ينجم يستعمله شخص آخر من غير ما يدخلك على تصورك ولا لكونت متاعك، وعندك زادة اسباس دو جو اللي باش يخليك تتحكم في برشا حاجات تعاونك في الجيمينج، يقوي في الواي فاي، يطيح في البينج لو ماكسيموم، وعندك مونيتور يقولك قداش من اف بي اس قاعد تلعب، تنجم تخلي ما يجيك حتى ميساج وحتى مكالمة باش تقعد مركز كان في اللعبة، وكيف كيف تنجم تحل براوزر وتعمل ريسيرش وانت قاعد تلعب. وباش تقعد تلعب وتكونيكي نهار كامل من غير ما التليفون يطيح لك شارج، خليو لك باتري 4720 ملي امبير، والباتري هوني ماشي باتري عاديه، هي مقسومه على دو باتري، ال 4720 مقسومين على دو باتري، والفازه هذه باش تخلي الباتري هوني تعيش اكثر وتدوم اكثر وكيف كيف تتشارج اسرع. خلاف عندك شارجور فاست شارجينج 65 وات، التركيبه هذه باش تخليك تشارج التليفون بتاعك من 0 ل 50% في 15 دقيقه اكهو، ومن 0 ل 100% في 38 دقيقه اكهو. نتعداو تويكا للكاميرا. البلاك شارك 3 فيه 3 كاميرا، 64 ميجا بكسل برينسيبال، 13 ميجا بكسل الترا وايد كاميرا، و5 ميجا بكسل للبورتري. نخليكم مع التصور ونستنى اراكم. بالنسبة للفيديو تنجم تاخذ فيديو فول اتش دي 60 اف بي اس ولا 4K 30 اف بي اس في الكاميرا الترا وايد، وتنجم تصور 4K 60 اف بي اس في الكاميرا برينسيبال، وفي تصوير ال 4K معاش يولي عندك ستابيليزاسيون، وتنجم تصور فيديو سلو موشن فول اتش دي 240 اف بي اس، وتوصل تصور سلو موشن اتش دي 1920 اف بي اس، وتنجم زادة بالمود برو انك تاخذ تصور بريزولوسيون 256 ميجا بكسل. كي تحب تعرف اكثر فازات نتاع التصوير كما هكا، كل ما عليك انك تتبعنا على الانستغرام انبوكسينغ تين. بالنسبه لكاميرا سيلفي هي 20 ميجا بكسل كالعاده. نخليكم مع التصور ونستنى رايكم. الملخص نتاع الكاميرا، الحاجات اللي عجبوني فيها انه عندك الفاست 256 ميجا بكسل والسلو موشن 1920 اف بي اس، والبقيه سافا نورمال، وبالنسبه للكاميرا سيلفي اقل من نورمال في السوم هذا. نستنى ميزه جور على الاقل يفعلوا الهاش دي ار في الكاميرا سيلفي، هوني الهاش دي ار ما فهميش لوبسيون تاع الهاش دي ار. دونك حاجه هذه تسمى حاجه نورمال، خاطر التليفون هذا موجه للجيمينج مش موجه للتصوير، دونك في السوق نتاعو توب نتاع جيمينج مش توب نتاع تصوير. نتعداو للمميزات وعيوب الهاتف. دونك ديجا العيوب الهاتف قلتهم في حكايه التصوير شويه، معناتها بالنسبه للسوم نتاعو. بالنسبه للمميزات، تليفون موجه للجيمينج، عندك ديزاين خرافي، ديزاين ماكش باش تلقاه في حال تليفون اخر، وكيف كيف البولد كواليتي هوني حاجه روعه، الومنيوم ديزاين، كيف كيف عندك باتري تشد بالبي شارج وتتشارج فيسا، من اقوى البروسيسور، من اقوى نوعيه الرام، من اقوى نوعيه استوكاج، كيف كيف الاكران تحفون برشا. الخلاصه انه التليفون هذا مازال ماهوش موجود اوفيسيلمون في تونس، تجد تلقاه في طياره بونتيان، عباد جات من برا وجابت التليفون هذا بسوم 2500 دينار. اما علاش لا، كان بارتاجيو الفيديو هذا وتعملوا لايك، وكيف كيف تتفاعلوا بالبيه مع الفيديو، ونطلب من عند شركه شاومي تونيزي انها تجيب التليفونات كيما هكا الجام هذه لتونس. وما تنساوش زيدا تعملوا سبسكرايب، تفعل الجرس، وتتابعونا سيغ فيسبوك انستغرام وتيكتوك، وتتابعوا الجروب فيسبوك اللي عملناه ليلكم انبوكسينغ تين فان كلوب. كان عندك اي مشكله تخص الهواتف والا اي كيستيون في التيك، كل ما عليك انك تدخل انبوكسينغ تين فان كلوب، تحط الكيستيون تاعك في ميكا والناس الكل تجاوب عليك. كيف كيف كان تحب تشوف اخبار التكنولوجيا، اخر اخبار التكنولوجيا، كل ما عليك انك تدخل للسيت ويب انبوكسينغ تين دوت كوم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله 2021 يكون عام سمح برشا والاحلام تاعكم الكل تتحقق في 2021. ما بقى كان نقول لكم اتري بيانتو.